ثمن اعدادات بالايفون لازم انت تطفيها. خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو اتكلم عن الناس اللي حدثت الى iOS 14 في ثمان اعدادات احنا نبي نطفيها، منها اللي راح توفر لك الخصوصية ومنها اللي راح توفر لك البطارية، وراح نشوفهم. قبل لا ننتقل للجهاز ونشوف شنو هذه الاعدادات، لا تنسون تشتركون بالقناة، تحطوا لنا لايك على هذا الفيديو، وايضا كتب لنا بالتعليق شنو اهم معلومة استفدتها من هذا الفيديو. خلونا نشوف. اول شيء راح ندخل على الاعدادات، وبعدها راح ننزل الى اب ستور، وهنا عندنا خيار اسمه تقييمات ومراجعات من التطبيق. عاده اذا كنت داخل تطبيق معين كل شوي يؤذيك، سوي لنا تقييم، هل اعجبك البرنامج، يطلع لك خيارين حسنا او لاحقا، فهو مؤذيك كل شوي بيطلع لك، فمن هنا تقدر تسكر هذا الخيار وما تظهر لك هذه الرساله مره ثانيه. الميزه الثانيه تدخل على الاعدادات وتنزل للاسفل، تروح الى الهاتف، وهنا عندك ميزة ممتازة اللي هي اسكات المتصلين غير المعروفين، ولكن هذه الميزة اذا كان عندك اي اتصال دولي او المكالمات اللي ما فيها رقم، اذا عندك احد يدرس برا او شخص مسافر مثلا او قاعد تكلم اشخاص من خارج الدولة اللي انت فيها، ممكن يتصل عليك وما يظهر الاسم. لو كان هذا الخيار شغال ما راح تستقبل هذا الاتصال، فالافضل انك تغلق هذا الخيار الا اذا كنت تتأذى من المكالمات الدولية وانت اصلا ما عندك احد برا. الميزة اللي بعدها تدخل على الاعدادات وبعدها تروح الى البطارية، ومن البطارية عندك خيار نمط الطاقة المنخفضة. هذا الخيار ما تشغله الا اذا كانت البطارية عندك واصلة الى 15% او اقل وتحتاجها لفترة جدا طويلة، لان هذا الخيار راح يوقف لك وايد اشياء، راح يوقف لك البرامج اللي تشتغل بالخلفيه مثل الواتساب والانستغرام، ما توصل لك اشعارات، وايد ناس يقولوا لي انه ما توصل لهم اشعارات، ويكون السبب انه هو مفعل نمط الطاقه المنخفضه، اللي هو لو فعلته لاحظ شو اللي راح يصير، صارت البطاريه لونها اصفر. فاذا كانت بطاريه ايفونك فوق بالشاشه لونها اصفر، معناته انت مبطل نمط الطاقه المنخفضه، ولا تقول لي الاشعارات ما توصلني. الميزه اللي بعدها راح نرجع مره ثانيه على الاعدادات، بعدين نروح الى الهاتف، الرد هني مرة ثانية، في عندنا هني مكالمات على الأجهزة الأخرى. إذا كنت أنت متأذي ومكالماتك قاعد توصل على جهاز ثاني يشاركك بنفس الإيميل تبع الآي كلاود، وهذا شيء احنا ما ننصح الواحد يسويه انك تشارك الآي كلاود مع أحد ثاني، بس ممكن يكون عندك آيباد وممكن يكون عندك ماك، إذا كان الاتصال قاعد ينتقل بين هذه الأجهزة فتي من هني وتقدر تغلق هذا الخيار او تغلقه عن بعض الاجهزة وتخليه على اجهزة ثانية، فمن هذا المكان انت تحدد تبي المكالمات تنتقل بين اجهزتك او لا. وطبعا يشترط عشان تشتغل معك هذه الميزة ان الاجهزة كلها تكون شابكة على نفس الواي فاي اللي شابك عليه التليفون عشان تقدر تشتغل هالميزة. الميزة اللي بعدها جوجل سوت برنامج ترجمة هني، فلو دخلنا الى الاعدادات ونزلنا للاسفل بحثنا عن الترجمة ودخلت هني، في شيء عندك اسمه نمط الترجمة على الجهاز. نمط الترجمة على الجهاز راح يحمل الترجمة اللي موجودة بالنت ويخليها على جهازك وتستخدمها بدون انترنت. انا ما افضل انك تفعل هذا الخيار لان هذا الشيء راح يوقف التحديثات الخاصة في الترجمة، فلو ابل سوت تحديثات على الترجمات اللي موجودة عندها هذا الشيء ما راح يوصل لك، لان انت مخلي الترجمة على الجهاز، يعني نازلة على جهازك نفسه. لكن انا افضل انك تطفيها على اساس انه يستخدم الترجمة اللي موجودة على النت، الا اذا كنت بتسافر مثلا فتشغل هذه الميزة، تنزل الترجمة على جهازك وتستخدم البرنامج بدون انترنت. الميزة اللي بعدها راح نروح الى الاعدادات وننزل للاسفل ونختار الخصوصية. هني راح ندخل على الصور، هني راح يبين معاك كل البرامج اللي ممكن تستخدم الصور، عندها صلاحيات الصور. اذا دخلت على اي برنامج وما لقيت الصور داخل البرنامج، ما تطلع لك داخل البرنامج، فتين بهذا المكان وتدخل على البرنامج نفسه وتعدل الصلاحيات من صور محددة الى كل الصور. عن نفسي انصحكم ان تستخدمون كل الصور على كل البرامج ما عدا البرامج اللي تظهر جديدة وغير موثوقة، مثل ما صار مع موضوع فيس اب اللي يسوي شكل اشخاص كبار. فاذا شكيت ان هذا البرنامج ممكن شوية يستخدم صورك، تدخل على البرنامج نفسه وتختار الصور المحددة. اذا اخترت الصور المحددة راح يفتح لك الالبوم ويقول لك حدد شنو الصور اللي تبي البرنامج يشوفها. فاذا اخترت هني مثلا هذه الصورتين وضغطت على تم، البرنامج الحين
ما راح يشوف إلا هالصورتين اللي أنا حددتهم، ما راح يلقى أي صور ثانية بالاستوديو. إذا تبي تعدل الصور اللي حددتها تضغط هني تحرير الصور المحددة. الميزة اللي بعدها راح نظل إحنا داخل الخصوصية الإعدادات، بعدين الخصوصية راح ننزل للأسفل ونروح إلى التحليلات والتحسينات. يفضل إغلاق جميع المميزات اللي موجودة بهذا المكان، لأن هذه كلها تحليلات أنت ما تستفيد منها، أبل يستفيدون منها في تحليل استخدام الناس بشكل عام وليس جهازك بروحه. يعني راح حسن، حتى كاتب لك اني راح حسن منتجات أبل وخدماتها من خلال إرسال تلقائي للبيانات. هذا مو تجسس ولكن لتحسين مستوى الذكاء الاصطناعي. إذا أغلقت هذا الخيار فهذه التحليلات ما راح تشتغل بالخلفية وما راح تصرف النت عندك، فيفضل أنك تسكرها بالكامل. وحتى إذا بتعرف شنو البيانات اللي هم خذوها ويدرسونها، تدخل على بيانات التحليلات وراح تظهر لك هني. بالغالب هي أشياء متعلقة بالتقنية ما لها علاقة في خصوصيتك. كانت هذه أهم 8 إعدادات لازم تطفيها. وصلنا لختام هذا الموضوع، لا تنسى تشاركنا بالتعليق وتقول لنا شنو المعلومة اللي استفدتها من هذا الفيديو. وأيضا إذا تشوف الفيديو هذا مفيد لا تنسى ترسله لأهلك وأصدقائك، دعم لنا وفايدة لهم. نوصل للختام، وكان معكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.